يعرض رجل الكتروني مصمم كليا من اعضاء اصطناعيه واطراف روبوتيه في متحف العلوم في لندن هذا الرجل الالكتروني طوله متران وكلف انجازه مليون دولار امريكي وقد جمع بفضل ابتكارات علميه توصل اليها فريق خبراء في الروبوتيه واطلق على الرجل الالكتروني هذا اسم ريكس وهو يتمتع ببنكرياس وكليه وطحال اصطناعيه وهو يمتلك أيضا نظاما مستقلا للدورة الدموية ولا يتضمن أي أنسجة بشرية أعتقد أنه من المحتمل جدا أن نرى في المستقبل أجزاء أكثر من التكنولوجيا مجتمعة في كائن بشري وسيكون الأمر على الأرجح طبيعيا أكثر مما هو اليوم وتم تمويل بناء الروبوت البشري بفضل مكافاه ماليه منحتها جمعيه خيريه تعنى بتسهيل وصول الجمهور العريض للعلوم والطب الحيوي